ونتحول لأخبار المحافظات. في البحيرة تم انطلاق فعاليات مبادرة صيف شبابنا بجميع مراكز الشباب، وفي بني سويف تم استفادة 63,800,000 مواطن من القوافل الطبية في النصف الأول من العام. أما في شمال سيناء فتم تنفيذ مشروع مد شبكة الغاز الطبيعي بمدينة بئر العبد. في الإسماعيلية تم الكشف على 1,100 مواطن من خلال المبادرة الرئاسية حياة كريمة. تفاصيل هذه الأخبار وأخبار تانية من محافظات مختلفة هنعرفها في التقرير اللي جاي. أخبار كتيرة شهدتها المحافظات. في البحيرة دشنت مديرية الشباب والرياضة مبادرة صيف شبابنا اللي بتستمر حتى 30 سبتمبر 2024 بجميع مراكز الشباب على مستوى الجمهورية، وبتهدف لتقديم مجموعة من البرامج والأنشطة المتنوعة لخدمة أكثر من 50,000 شاب وفتاة على مستوى المحافظة من خلال تنفيذ مجموعة متنوعة من الأنشطة والبرامج. بتشمل البرامج تدريبات تأهيلية لسوق العمل ومعسكرات تحدي الشباب اللي بتدعم الابتكار وريادة الأعمال، بالإضافة لملتقيات توظيف وورش تدريبية في الفنون والآداب. في بني سويف أكدت مديرية الصحة تنفيذ إدارة القوافل الطبية 43 قافلة خلال النصف الأول من العام الحالي ضمن إجراءات وقائية مشددة. استفاد من تلك القوافل 63,852 مريض، وتم صرف العلاج ليهم بالمجان، وشملت استكمال علاج 347 حالة على نفقة الدولة وتحويل 160 حالة لاستكمال علاجهم بالمستشفيات. في الإسكندرية وافق مجلس شؤون التعليم والطلاب بجامعة الإسكندرية على بدء إجراءات التحويل ونقل القيد والقبول للعام الجامعي اعتباراً من 15 أغسطس المقبل، وبتستمر لمدة شهر بجميع كليات الجامعة. أعلنت محافظة قنا أنه تم الاتفاق مع وزارة الصحة والسكان لتجهيز 36 وحدة صحية جديدة بقرى المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة ودخولهم الخدمة خلال شهر أغسطس المقبل، من أجل تعزيز الخدمات الوقائية والصحة العامة والتنبؤ بالأمراض خاصة بين الفئات المعرضة لها وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة للسيطرة عليها. في شمال سيناء أعلن مجلس مدينة بئر العبد تنفيذ مشروع مد شبكة الغاز الطبيعي بالمدينة من خلال 3 مراحل، تشمل المرحلة الأولى شارع وسط المدينة حتى مستشفى بئر العبد وجميع الطرق الفرعية المؤدية لطريق القنطرة العريش، والمرحلة الثانية بتشمل جميع أحياء المدينة في الظهير الشرقي، والمرحلة الثالثة بتشمل باقي أحياء المدينة في الظهير الغربي، والمرحلة الرابعة بتشمل منطقة حي الغزلان وربط الشبكة على المحطة الرئيسية. شهدت محافظة الإسماعيلية تنفيذ أعمال القافلة الطبية اللي أطلقتها مديرية الصحة بمركز شباب شعيب بإدارة أبو سوير الصحية في يومها الثاني ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة للكشف على المواطنين وتقديم العلاج ليهم بالمجان، وبلغ إجمالي تردد المواطنين خلال يومي القافلة 1,100 مواطن من خلال 7 عيادات تخصصية تشمل الجراحة، البطنة، النساء، الأطفال، الأسنان، تنظيم الأسرة والأمراض المزمنة، بالإضافة لخدمات الأشعة والفحوصات المعملية، التثقيف الصحي وصرف الأدوية المجانية من صيدلية القافلة.